هلأ نحن وياكم تحضيرا لعيد مار يوحنا المعمدان، والعيد يلي صار له رمزية خاصة بالجنوب وبكل لبنان. مزار مار يوحنا المعمدان بكرخة هو صار الأنظار تتجه له بهالعيد. لمناسبة عيد مار يوحنا المعمدان ب 24 حزيران، دعت كرخة لحضور القداس الإلهي بمزار مار يوحنا برئاسة البطريرك الروم الملكي الكاثوليك يوسف العبسي وبمشاركة مطران صيدا والمنطقة إلي حداد. قدم الرعية والمزار الأب وليد الديك رح يخبرنا عن هاللقاء الروحي. طبعا خلينا نقول له صباح الخير والمجد لله أبونا. صباح الجميع المشاهدين، شكرا. أهلا وسهلا. خبرنا شوي عن هالاحتفال، أي ساعة ببلش؟ شو رح يصير نهار السبت ب 24 الشهر؟ هلا قبل ما فوت لنهار السبت، نحن اليوم ببلش احتفالاتنا من اليوم للأحد. حلو. أوكي. ابتداء من اليوم الساعة 7 مساء، وكل يوم 7 مساء هو بحسب البروغرام محطوط الداس. ليلة الجمعة مساء ليلة العيد منبلش بمسيرة صلاة من كنيسة يوحنا الحبيب بوسط الضيعة مشي على مزار مار يوحنا المعمدان، ويختم أيضا بالداس الإلهي هوني. نعم، هذا بطلب من رئيس البلدية. المسيرة بتكون من تنظيم الوقف والبلدية والمختار وكل المشاركين، وأكيد في ناس من برات الضيعة للمشاركة. نعم. أيضا هلأ هودي القداديس السابتة هي كلها الساعة 7 المساء، أما القداديس المتحركة هي اللي بتجي حسب الجروبات اللي عم تجي. يعني مثلا السبت الماضي عملنا 3 قداديس، فكل جروب بيجي او بيكون متلفن قبل بوقت حابب يكون عم بيقدس بحيالة طقس ينتمي اليه جاي خوري معه بيحتفل على الهيكل تبع المزار. نعم. هيدا المزار مفتوح للجميع، هيدا بشكل عام ومجانا. ومجانا اكيد اكيد. هلا بالنسبه لنهار السبت، نهار السبت اللي حيكون احتفال مثل ما تفضلتوا وحكيتوا وبلشتوا، يحتفل به صاحب الغبطه القداس البطريرك يوسف العبسي. رح تبلش اللقاءات والنقل المباشر على الاو تي في معكم عبدو، ابتداء من النهر الاولي من بدايه صيدا. رح تكون الساعه 6 مساء رح نكون سالكين من صيدا باتجاه بوسطى وصولا الى كرخه. اكيد الاحتفال مدعو له كثير من الرسميين، خاصه ابناء منطقه جزين ومخاتير ورؤساء بلديات المنطقة. هي دعوة شاملة للجميع، ممكن يكون في تقصير صغير، بنطلب من الجميع يسامحونا إذا صار في أي تقصير، لأنه بسبب كثرة الدعوات بصير في ضغط علينا، بينصل واحد يمكن أشخاص أو هيدي. هي دعوة عامة للجميع، رح يكون أكيد صاحب الخطة مترئس، معه المطران إلي بشارة حداد، وفي أساقفة موجودين لح يكونوا موجودين أيضا من أبرشيات لبنان أو من الخارج لح يكونوا مشاركين معنا بهالذبيحة الإلهية. خلينا نذكر أبونا أنه مغارة مار يوحنا خلال هذا الشهر، يعني خلال هالأيام المباركة، بتنضح بالمي مرة بالسنة. نعم. يعني بده يشوفها في شوفها هلأ كل شيء ممكن. السنة الماضية بالافتتاح بلشت من 4 شهر تنزل مي، من 4 حزيران السنة. نعم. الماضية هلا السنة بلشت أو بعد؟ المفروض خلال هالأيام القليلة هيدي المغارة بتنزل مي. هلا بيجوا العالم بيطلبوا كمية من المي، نحن ما فينا نقول في كمية. لما بيجي بنهار 4000 أو 5000 زائر أو 10,000 زائر بالويك أند، يعني إذا كل واحد دقر نقطة مي صغيرة ومسح جبينه فيها ممكن ما يبقى مي بالجرن أو على الصخر. نعم نعم. هيدي النقطة الوحيد، لو مهما عصفت الأمطار وصار في فيضانات هيدي الصخرة ما بتنزل مي إلا بعيد ميلاد يوحنا المعمدان خلال شهر حزيران. نحن هون بدنا نشكر رجل الأعمال الموجود بأمريكا أيضا شارل حنا على طبعا هذا المزار يلي حوله إلى مزار مش بس محلي، إلى مزار عالمي. ورئيس البلدية أكيد أكيد أستاذ نخلي كمان بدنا نشكره على اهتمامه بكمال نخلي، بدنا نشكره على اهتمامه بالضيعة وحولها كمان إلى محط أنظار مش بس محلية عالمية. خبرنا بعد حلقات سلم على السماء شو عم بيصير عندكم.
قبل ما فوت بس على سلم على السماء، بس نحن في الحلو هالتوافق الموجود بين رئيس البلدية جان نخلي والمختار أنور نصورة ولجنة الوقف، كان بالكنيسة أو بالمزار مع كاهن الرعية، كمان بتشجع أشخاص أمثال هالرجل الأعمال شارل حنا إلى مزيد من العطاء لضيعته ولكنيسته ولأبناء بلده. هيدي هي. أما بالنسبة لحلقات سلم على السماء، يعني عم نتفاجأ، أنا بحكي عن حالي أبسط الأمور، يعني إذا بتشوفوا إداي صار محضورة على اليوتيوب كمان بتشوفوا مرات من أستراليا، كندا، من أمريكا، كل العالم عم بتكون متشوقة وعملت ردت كمان، يعني كنا متوقعين بس بالويكندات تكون الأعياد الأعداد الكبيرة. خلال سفري هالفترة بالقاهرة خبرني رئيس البلدية ويبعث لي الصور، أربعة خميس جمعة ثلاثة بالمئات، إذا بدنا ما قلنا بالألاف في العالم بقلبك. أعياد مباركة لكم أبونا وليد الديك، وناطرينكم معنا، نالله راد خادم رعية ومزار مريوحنا كرخة، شكرا لك.